السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ الآن التسجيل إن شاء الله، وسوف نبدأ بشرح المحاضرة. الكل يعلم أنه يعني هذه التجربة اللي هي بعنوان فعالية انبعاث أشعة جاما، أنه الأمر يتعلق بالكلام راح يكون عن يعني أشعة جاما، وأشعة جاما أشعة نووية. وتعرفون أنه الإشعاعات إحنا عندنا هناك يعني ثلاث أنواع من الانحلالات. والانحلال الإشعاعي اللي هو بالحقيقة هو انحلال من بعض النواة، نواة بعض العناصر الغير الرئيسية المشعة حتى تكون مستقرة. فالغاية كلها من الانحلالات عفوا الغاية منها كلها هو الحصول على الاستقرارية من خلال إشعاع هذه الأنواع من الإشعاعات، سواء كان انحلال ألفا أو انحلال بيتا أو جاما. فثلاث أنواع لدينا من الانحلالات، والانحلال هذه يسمونه انحلال إشعاعي، وهو قلت لكم انحلال بعض النواة، هو بعض العناصر غير المشعه لاجل الحصول على مثل استقراريه. احنا اللي يهمنا في العمليه هو راح نتكلم اليوم على انحلال اشعه ايش؟ فعاليه انبعاث اشعه جاما. الحقيقه هو هناك انحلالات اخرى غير اشعه جاما اللي هي انحلال الفا، والفا الفا او جسيمات الفا او اشعه الفا بالحقيقه هي ايش؟ عباره عن نواه ذره الهيليوم. نواه ذره الهيليوم، والكل يعلم ان نواه ذره الهيليوم متكونة من بروتونين ونيترونين، تتحد في داخل النواة بقوة نووية كبيرة. هذا بالنسبة لانحلال ألفا. وألفا لديها يعني هناك بعض المميزات التي تكون أو الخصائص التي تشابه فيها الإلكترونات، يعني جسيمات ألفا مشابهة للإلكترونات. ما يميز جسيمات ألفا، يعني أحب هذا الاطلاع حتى تستفيدون. انه تعتبر جسيمات الفا اشد النواة او اكثر النواة العناصر استقرارا وتماسكا. جسيمات الفا اكثر او اشد نواة العناصر استقرارا وتماسكا، وشحنتها الكهربائية تكون موجبة، يعني مقدارها تقريبا يعني قريب من الالكترونات كشحنة كهربائية عفوا، وقوة اختراقها ضعيفة مع قدرة ضعيفة على النفاذ، لأنه ثقيلة تكون بالحقيقة نواة ألفا تكون ثقيلة. وراح أسوي مقارنة إن شاء الله ما بينها وبين الإلكترونات حتى يصير عندك يعني مرت عليك في أي مكان، سواء كان في محاضراتنا أو محاضرات بقية الأساتذة في الفيزياء والراديشن فيزيكس، راح تكون عندك الأمور واضحة يعني متصلة مع بعض البعض. فقوة الاختراق تكون بها ضعيفة مع قدرة ضعيفة على النفاذ أيضا، لأن يعني تكون هذه النوع تكون يعني ثقيلة وسرعة انخفاض بالسرعة، كلما ثقل الشيء كلما قلت سرعته. ويمكن إيقافها، دائما يذكرون عليها مثال على إيقاف إشعة يعني جسيمات ألفا أو إشعة ألفا بقطعة من الورق، أي ورقة قطعة من الورقة تخليها مقابلها الإشعة راح تعترضها توقف هاي الإشعة، يعني تقف فما تستطيع النفاذ والعبور، واضح؟ بينما بقية انحلال البيت وقام لا، الأمور تختلف. بيتا وانحلال البيتا أو شعة بيتا وشعة قامة الأمور تختلف. السبب في أنه ليش الورقة توقفها أنه ثقل هذه الجسيمات. لما تكون ثقيلة معناها أنه السرعة مالتها أيضا بطيئة، وعندما تسقط هذه على لوح مغطى مثلا بطبقة من بعض العناصر مثل كبريتيد الخرصين يحدث وميض، يعني ضوء إضاءة يمكن ملاحظته، واضح؟ لو كانت الطبقة يعني الورقية اللي انت تعترض بها الإشعة مغطى بكبريتيد الخرصين راح تلاحظ انه حصول وميض، يحصل نوع من التفاعل يعني. ايضا مميزاتها انها تمتاز بقدرة كبيرة على تعيين المواد، وحيث ان معدل التعيين في المواد التي تخلخل جسيمات الفا تتناسب تناسب طردي مع مربع الشحنة، يعني كيو سكوير، واضح؟ كيو سكوير. والنقطة الخامسة اللي هم يعني من الخاصية الخامسة أو من خصائص أو مميزات جسيمات ألفا، أنها تتكون من جسيمات موجبة الشحنة تبلغ شحنتها ضعف شحنة البروتون، وبالتالي شحنتها ضعف شحنة الإلكترون. يعني أكو علاقة ما بينه وبين الإلكترون، شحنتها الكيو مالتها ضعف شحنة الإلكترون، شحنة جسيمات ألفا، وهي بالحقيقة عبارة عن نواة ذرة الهيليوم وتتكون من بروتونين ونيترونين تتحد داخل النواة بقوة نووية كبيرة كما سبق وذكرت لكم قبل قليل.
ايضا هناك يعني مميزه اخرى من مميزات النواه او جسيمات الفا، انه كتلتها 4 امثال كتلة الهيدروجين تقريبا، كتلة الهيدروجين، وتتحرك بسرعة كبيرة تصل 1 إلى 1/10، 1/10 من سرعة الضوء، واضح؟ تتحرك بسرعة كبيرة من سرعة الضوء اللي تصل إلى إيش؟ إلى 300,000 صح؟ كيلومتر لكل ثانية. تعاني النواة الغير مشروعة، ما خلينا نتكلم على إيش؟ عن أشعة جاما، ندخل في أشعة جاما بعد أن تعرفنا على إيش؟ على انحلال الفا، وهناك ما يسمى من انحلال بيتا، وايضا ان شاء الله راح امر عليه حتى يصير عندكم يعني خلينا نقول فكره عامه، جنرال ايديا اوف ديش الفا وبيتا وجاما. بالنسبه لانحلال الفا وفعاليه انحلال الفا، احنا اليوم نتكلم عن فعاليه انحلال الفا واستخدام ايش؟ باستخدام عداد الوميضي، وشلون نقيس، شلون نقيس الفعاليه مال اشعه الفا. فالتجربه اللي احنا راح نتكلم عنها هي انحلال اشعه جاما او فعاليه انبعاث اشعه جاما، هي بالحقيقه انحلال. فقياس الفعاليه، احنا نريد نقيس الفعاليه، راح نستخدم هناك مصدر اكيد، يعني مصدر معين نحصل من خلاله على اشعه جاما، والمصادر تعرفونها، اشهر المصادر هو عنصر السيزيوم واللي هو سيزيوم 137، وقياس الفعاليه دائما من خلال حساب المساحه تحت المنحني، وهذا امر معروف عند اهل الرياضيات، واغلب اهل العلوم تستخدم هذه الطريقه، ان تحسب المساحه تحت المنحني، واضح؟ مساحه تحت المنحني، وانا سبق ان شرحته في فيديو، لكن الفيديو لم يكن واضح ايام البث المباشر، وان شاء الله اعدكم انه يكون لدينا شرح يعني اكثر توضيحي للعمليه. فالهدف من التجربه، الغرض من التجربه، دائما اوف ذا اكسبيرمنت measuring the effectiveness of the emission of gamma ray by calculating the area under the curve of gamma light crest. اوكي، يعني معناها حساب المساحه تحت المنحني، قياس الفعاليه يتم بايش؟ باستخدام حساب المساحه تحت المنحني، اللي منحني القمه الضوئيه، لايت جاما كريست، يعني القمه الضوئيه لاشعه جاما. والمصدر مشع كما ذكرت لكم هو استخدام السيزيوم، يوز ذا سيزيوم، ذا يوز اوف سيزيوم سورس از جاما، يعني از جاما راديو اكتيف اليمنت، عنصر مشع لاشعه جاما. والكاشف لا شك ان هناك كواشف، يعني يجي الكشف هذا الاشعه، لان هذه الاشعه لا ترى بالعين المجرده، وانما يتم كشفها والتعرف عليها من خلال كواشف. ومن اشهر الكواشف المعروفه هو السنتليشن كاونتر، العداد الوميضي. وطلبنا يمكن منكم تقرير على يعني ونبذه مختصره نوعا عن الراديو، يعني السنتليشن كاونتر. سؤال اوجهه للجميع، ايش قد تتوقع من الفولتيه التشغيليه مال السنتليشن كاونتر؟ يعني ايش قد يحتاج فولتيه نسلط احنا حتى نبدي نقدر نشغل ويحصل عندنا عمليه العد من قبل العداد؟ هذا السؤال موجه للجميع، انتظر الاجابه منكم الان. الاوبريتنج فولتج ايش قد هي قيمتها تقريبا؟ ترى 400 فولت؟ لا، ما 400، لا 400، هاي ال 400 كانت مع الجيجر ميلر، 400 وشويه. بعد اريد اسمع اجابات من اكثر من طالب، وطالبات ايضا مشاركه حتى تصير عندنا التفاعل وما بيننا بينكم. دكتور 800؟ ايه 800، ايه نعم احسنت. 800 وش قد؟ 150 مو؟ 820 اعتقد، يا 40، ايه 50 20 40 50 او قريب، تبقى هذه في الحسابات مرات، يعني في تجارب، في بعض التجارب، يعني هناك تجارب لقياس الفولتيه التشغيليه، يعني ما اعرف اذا اخذتوها مع الباقي الاساتذه، يمكن الاستاذ شاهر وبقيه اتصور يمكن اخذوا تجارب من ضمنها ايجاد في الفاعليه او ايجاد تعيين الفولتيه التشغيليه للعداد. تعرفون انه كل تجربه او كل عداد هناك دائره كهربائيه، وسبق مرت بنا في تجربه جايجر ميلر الدائره الكهربائيه المتعلقه بالتشغيل. الرسم التخطيط الدائره الكهربائيه هو عباره عن ايش؟ عباره عن يعني مصدر مشع يكون امام العداد الوميضي، والعداد الوميضي مرتبط بمكبر، وهناك ايضا سكيلر مقياس، والسكيلر ايضا مرتبط بالتايمر المؤقت،
كلها عبارة عن سلسلة متصلة بالريكوردر المسجل، لأجل إيش؟ لأجل إتمام عملية العد وتسجيل نسبة العد. ونحتاج دائما هاي باور فولتج، يعني فولتية، مصدر فولتية عالية. واضح؟ هذه الأدوات الموجودة أمامكم هي اللي هذا الشكل التخطيطي للعداد بأبسط أشكاله، يعني الاطلاع عليه، مجرد اطلاع تطلعون عليه. ولو كانت الأجهزة متوفرة كان بالإمكان تشوفونه بشكل عملي يعني، وتشتغلون عليه شغل عملي. لكن الكل يعلم وضع الأجهزة، خاصة الأجهزة اللي تتعلق بالمجالات النووية، صعوبة استحصالها والحصول عليها. فظاهرة النشاط الإشعاعي لنا عناصر، قلت لكم هي ظاهرة انحلال ذاتي أو تلقائي. ذاتي أو تلقائي يحدث للنواة مع انبعاث إيش؟ إما قد تنبعث أشعة ألفا، أو قد يحصل انبعاث أشعة بيتا أو جاما. اليوم إحنا نتكلم أشعة جاما، والقانون اللي يحكم العملية قانون معروف إنه إن أوف تي، يعني يقول ذا فينومينا أوف راديولوجيكال أكتيفيتي أوف ذا إيليمنت السيلف أور أوتوماتيك ديسوليشن. ليش؟ يعني معناها إنه العملية تكون عملية تلقائية، occurs for atomization with the radiation emission، تحصل بشكل انبعاث تلقائي يحدث للنواة مع انبعاث الإشعاع radiation emission يعني. ويوجد أيضا هناك قانون خاص يحكم العملية، العملية ليست عملية عشوائية وإنما هناك قانون يحكمها، يعتمد معدل انحلال مادة معينة ذات نشاط إشعاعي عليه، يعني radioactive activity depends on the type of the majority analogy. يعني إيش معناها يعتمد ليش؟ يعتمد على نوع النظير المنحل. ومع ذلك يوجد قانون انحلال محدد يتحكم بعملية النشاط لجميع العناصر المشعة، all radioactive elements and this law is the form of the relationship. يعني ياخذ الشكل العلاقه التاليه، لو ان تساوي ان نوت اكسبلانيشن اقصى من دتي. لو نجي نعرف رموز هذا القانون، انه الان اوف تي تساوي ان نوت اكسبلانيشن ماينس من دتي، انه الان اوف تي هي عدد النمو المنشأة، ايش عدد النمو او نمبر اوف راديو اكتيف نيوكلاي بيرسنت ان اني تايم بيريود. يعني معناها عدد النمو المشعه الموجوده في اي فتره زمنيه، قدرها تي في اي فتره زمنيه، عدد النمو المشعه الموجوده في اي فتره زمنيه قل. والان نوت هي عدد النمو المشعه، العدد الكلي يعني الموجود في الزمن، ما يكون الزمن تي. من تشوف ان صب نوت يعني ما الزمن صفر، يعني it is the number of total radioactive force at time zero، يعني ما يكون الزمن صفر. اللامدا هذا ثابت الانحلال، هذا مهم، وهي العلاقه مهمه، يعني يجي عليها ربما اسئله حسابيه يعني في الاختيارات او اي مكان اخر. اللامدا شنو هو؟ هو كونستانت يعني ثابت، كميه ثابته، كونستانت كوانتيتي كميه ثابته. وهذه الكميه الثابته تدعى بديكي كونستانت، تسمى ثابت الانحلال. ماذا يعرف ثابت الانحلال؟ هذا تعريف ثابت الانحلال، which represents والذي يمثل ايش؟ احتمالية انحلال اي نواة مشعة في وحدة زمن. يقول the probability of decaying of any radioactive nuclei per unit time. يعني لو جاء طلب من عندك عرف يعني define decay constant، انت تعرفه وبالامكان انك تذكره من العلاقة الرياضية كيفية استحصاله. والتعريف هذا هو موجود امامكم، انه يمثل انحلال اي نواه مشعه اني راديو اكتف نيوكلاي بير يونت تايم، لكل اي نواه مشعه لكل وحده، يعني لكل وحده زمن، او لكل في وحده الزمن، لكل وحده زمن. القانون الخاص اللي يحكم هذه الفاعليه، يعني قياس فاعليه الادغام باستخدام تحت المنحني، هنا قانون موجود امامكم، معادله رقم اثنين يسمونه لو، يعني كلمه لو صار عندنا نقص بها، لو اوف اكسبيرمنت، هو سميشن قوس ام ناقص بي على تي مضروب في واحد على جي في اف في ابسلون. لو نيجي نعرف هذه يعني المتغيرات الموجوده بالقانون، راح نشوف ان السميشن هي تمثل ايش؟ قيمه المساحه تحت المنحني. السميشن هذه هي المساحه تحت المنحني، ايش قد عدد، ايش قد عدد كرقم؟ والزمن التي هو الزمن التايم مثلا 10 سكند او حسب الزمن نحن نختاره. وعندنا الابسلون بي تمثل الرقم اللي هو 0.24، وعندنا الاف واضح اللي هو 0.92، والجي اللي هو يعني قيمته 4 عفوا ارتر ار سكوير على 4 اس تربيع. الار هو نصف قطعه باللوره العداد الوميضي، والاس هي المسافه ما بين المصدر المشع و
بلورة العداد الوميضي أو العداد، حيث أن إيش دائما تقدر بحوالي إيش قلت، بحوالي 9.3، واضح؟ 9.3 يعني المسافة الفاصلة ما بين المصدر مشاملتك والعداد هي 9.3، واضح؟ هاي تخليها في بالك يعني، خاصة في تجربتنا إحنا، لو جاك سؤال أو فراغات مثلا، في الفراغات نريد نغير مثلا صيغة الأسئلة، ما نجيب مثلا سي كيو جي فراغات، وأطلب من عندك بعض اللي أذكر لك إنه بعض المتغيرات لها قيمة ثابتة. فمثلا عندنا الاس هي مسافه فاصله ما بين البلوره، ما بين المشع، عنصر الماده المشعه او العنصر المشع، بلوره العداد اللي تقدر بحوالي 9.3 سنتيمتر. واضح حصه الطلاب لحد هذه اللحظه؟ هذا رسم تخطيط بامكانكم تطلعون عليه. وهناك شروحات ايضا لكيفيه عمل العداد الوميضي، وان شاء الله افرغ لكم اياها بالفيديوهات يعني من النت، من بعض الشروحات اللي باليوتيوب اللي مشروحه كيفيه عمله، آلية عمله والميكانيزم اوف اوبريشن يعني. ان شاء الله نرفقها لكم تستفيدون، مع بالاضافه للرسوم التوضيحيه. واضح يعني، هذه التجربه بسيطه ان شاء الله. نجي الان يعني بعد ما افتهمنا وصار عندنا معلومه عن آلية العمل او القانون المستخدم في التجربه. جاما، خليني اذكر لكم على اشعه جاما او بعض الاشياء الموجوده باشعه جاما. انه غالبا ما تترك بعض النواه، تترك في حاله او مستوى اثاره، اي لديه طاقه فائضه يعني، وذلك بعد معاناته بعد ايش يعني حصول انحلال في هذه النواه، سواء كان انحلال الفا او بيتا. فكيف يمكن، يقول في سؤال يوجه، يقول فكيف يمكن لمثل هذه النواه تلقائيا ان تصل حاله الاستقرار؟ واضح يعني، بالاضافه لانه تعرفون ما فقط عندنا انحلال الفا، انما عندنا انحلال الفا وبيتا وجاما، لكن يتكلم عليه ايش لو حصل انحلال الفا وبيتا، الفا وبيتا فقط، هل سيحصل عندنا استقراريه ام لا؟ دون التحدث او التكلم عن ايش؟ عن انحلال جاما. يقول الجواب لمثل هذه النواه لها يعني ان تتخلص من الطاقه الفائضه من انحلال جاما، وهو انحلال الاشعاع التلقائي الثالث. يعني هو اي نواه تشع، اي نواه في حاله اشعاع وتريد عندها طاقه فائضه، تريد تتخلص من هذه الطاقه الفائضه حتى يصير لنا استقراريه، راح سوف يسبقها انحلال الفا وايش؟ انحلال الفا وانحلال يعني الفا وبيتا وبعدين جاما. واضح؟ بعدين جاما، وتتخلص راح من الطاقه الفائضه بالبدايه بشكل ايش؟ انحلال اشعاعي تلقائي ثالث يسمونه، والوصول الى حاله لان ليش ثالث؟ لانه عندك الفا رقم واحد وبيتا رقم اثنين والجاما هي الثالثه، انحلال الثالث، ولهذا يسمونه انحلال الثالث الاشعاعي التلقائي. الوصول الى حاله الاستقرار بذلك من خلال انبعاث اشعه جاما. فاذا حصل ان انتقال للنواه من مستوى اكثر استقرارا، من مستوى طاقه عاليه عفوا يعني، الى مستوى طاقه منخفض، ايش راح يصير؟ اشعه جاما راح تبعث فوتون، تبعث يعني من تنزل من مكان مرتفع الى مكان اقل. انت اليوم في مثلا في البنايه، بنايه العماده على سبيل المثال، وانت بالطبق السادس تحتاج الى طاقه تصرفها حتى تنزل الطابق الاول، هذه الطاقه المنبعثه من عندك تسمى الفوتون. وكذلك الكلام ينطبق على اشعه او انحلال جاما. هذا الفوتون يعني راح ينبعث، والفوتون طبعا له طاقه معينه تساوي ايش؟ الفرق ما بين المستويين، الفرق ما بين المستويين. اوكي طلاب معايا يعني، واضح هسه لحد الان؟ الفوتون المنبعث من اشعه جاما بعد ما حصل عند انحلال ايش قد يساوي طاقته؟ شلون نقدر نحصل على الطاقه؟ شو يساوي لنا؟ هو تساوي فرق الطاقه ما بين المستويين، فرق الطاقه ما بين المستويين. هسه لو طلب من عندك تعريف اشعه جاما، اقول لك يا ابو عرفت ايش اشعه جاما؟ قبل ما ندخل بالفاعليه، فتقول هي اشعه كهرومغناطيسيه بين قوسين فوتونات. واضح؟ فوتونات. وتكون ذات طاقه عاليه. يعني الفوتو هاي اشعه كهرومغناطيسيه، اشعه جاما تكون طاقتها عاليه. لما تكون الطاقه عاليه شو يصير بالتردد؟ جاوبوني يلا. شو يصير بالتردد؟ يكون عالي. يرتفع التردد، يزداد التردد، لأن علاقة طردية. أحسنت، العلاقة طردية H تساوي لنا H في F. نعم H في F أو H نيو. وزين طول الموج ايش يصير به؟ يقل، يقل، لأن التناسب عكسي، يقل. أحسنت، فعلا التناسب عكسي. هذا التناسب العكسي يؤخذ له بنظر الاعتبار في كثير من التطبيقات، ولهذا يعني لو رجعكم على الأسئلة اللي جبناها بالامتحان، أنا قلت لكم بالخيارات إنه أشعة إكس راي هي تمتلك طاقة، تمتلك هاي مور انرجي ذان جاما راي. طبعا أنت تفكر، أنت ما تعرف غير، ترجع للطاقات يعني أيهما أكثر طاقة
اي تساوي اي جنيه او اي جي اف مثل ما يعرفون ماخذينها يعني. فانت الاشعه اللي تمتلك طول موجه قصيره هاي تمتلك طاقه ايش؟ طاقه اعلى. فاكيد يعني قام اعلى من الاكس راي. اغلبكم اكو طلاب يعني نسبه كبيره من طلاب اخطا واعتبر الاكس راي اعلى طاقه من الجاما راي. الجواب لا، الجاما راي هي الاكثر اكثر ايش؟ اقصر طول موجيا واكثر طاقه اعتمادا على العلاقه العكسيه. واضح؟ فطاقتها عاليه جدا والتردد عالي لان التناسب طردي ما بين الطاقه والتردد. الكتله مالتها السكونيه، شوف يعني اشعه جاما بيها شغله، كتلتها السكونيه وشحنتها تساوي صفر. اوكي، هذا يعني امر لازم يكون عندكم واضح. يرمزوا لها جاما 00، يعني هاي جاما 00 يعني تصور بال يعني ربما محاضرات النظريه او يعني مرت عليكم. هذا بالنسبه لاشعه جاما. زين، ما المقصود بانحلال جاما؟ انحلال جاما احنا يعني احنا كل هذا الامر يساعدنا على نفهم انه الافكتفنس اوف جاما راي، جاما راي ايميشن يعني فعاليه انبعاث اشعه جاما. اذا ما تفهم الاليه مال الانبعاث والمقصود بالانبعاث، شلون تجي تقيس تقيس اشعه جاما؟ هي ما ظهرت هذه اشعه جاما لولا حصول الانبعاث مالتها، يعني الانحلال مالتها واضح؟ انحلال، وبالتالي احنا نسعى لاجل قياس هاي الفعاليه مالت الانحلال او الانبعاث. واضح؟ فالانحلال نقصد به هذا تعريف سجلوه يومكم وراح ارقاه يعني اشرح لكم بالعربي وانتبهوا عليه بالامتحانات او بالترو فورس او ام سي كيو. انه ال هو انحلال جاما مقصود به هو وصول النواة الى حالة اكثر استقرارا، يعني فقط النواة اللي فيها طاقة زائدة وفائضة يحصل فيها انحلال. وهذا الانحلال يساعد عليه شنو فوائده؟ فوائده الحصول عليه مور ستيبلتي، بس اكثر استقرارية. انبعاث اشعة جاما عندما تتخلص بعض النواة من الطاقة الفائضة لديها. واضح؟ هناك طاقة زائدة، هناك طاقة فائضة تخلص منها النواة، لأن أكو قاعدة يعني في الفيزياء وفي العلوم أنه كل شيء في الكون يميل للاستقرار، كل شيء في الكون يميل للاستقرار. معنى أي طاقة زائدة يحاول عناصر النواة أنه تتركها لأجل حتى تتخلص من حالة الإثارة اللي صارت بها وترجع إلى حالة الاستقرار. واضح؟ فهذا هو تعريف الانحلال جاما، أنه وصول النواة الى حاله اكثر استقرارا بانبعاث الاشعه جاما عندما تتخلص بعض النواه من الطاقه الفائضه او الزائده لديه. هذا بالنسبه لانحلال جاما. هل تتوقعون ان انحلال جاما يعني لو حصل انحلال جاما يحصل لدينا تركيب في النواه، تغير في تركيب النواه؟ اي تجاوبوني، هل يحصل تغير في تركيب النواه؟ اكيد اكيد دكتور، يحصل اكيد يحصل تغير في النواه في تركيب. يقول يعني تتوقعون انه مثلا ذره النواه اليورانيوم تتحول الى بلوتونيوم كذا. زين زين، واحنا اذا قلنا ان الكتله السكونيه مالت جاما صفر والشحنه اشعه جاما تساوي صفر، معناته العدد راح يرافق انحلال جاما، انحلال بيتا وانحلال الفا. اذا وين التغيير الحاصل؟ انحلال جاما، انحلال الفا او بيتا. لا يرافق انحلال جاما اي تغيير في تركيب النواه. واضح؟ لا يرافق انحلال جاما اي تغيير في تركيب النواة. السبب في ذلك لان الكتلة السكونية والشحنة لاشعة جاما تساوي صفر. الكتلة السكونية والشحنة الى اشعة تساوي صفر، اي بمعنى انه العدد الذري، انت من تقول تركيب نواة لازم يخطر بالك وين؟ روح على العدد الذري والعدد الكتلي للاشعة. لما يكون العدد الذري صفر. نعم. استاذ مو يرافق انحلال جاما اما بيتا او الفا؟ هو بيتا او لا، شوف شوف انحلال جاما بحد ذاته هل يحصل فيه تركيب في النواه؟ الجواب لا، لانه كتلتها السكونيه صفر يعني وشحنتها صفر، وهذا معناه انه العدد الذري والعدد الكتلي هذا الاشعه يساوي صفر. هو احنا من يصير تغيير؟ معناه اقصد به تغيير بالعدد الذري، تغيير بالعدد الكتلي. لما التغير في العدد الذري والكتلي يساوي صفر فماكو اي تغيير. واضح؟ ماكو اي تغيير. يعني حتى اكو صور عندي يعني ان شاء الله ابعث لكم اياها الصوره بحد ذاتها، انه النواه قبل الانحلال وبعد الانحلال مثلا بعض العناصر يبقى العدد الكتلي ثابت والعدد الذري ثابت. واضح؟ وانبعث اشعه جاما وحصل انبعاث اشعه جاما، بمعنى انه العدد الذري ثابت والعدد الكتلي ثابت، فمعناها انه ما حصل تغيير في تركيب النواه. واضح؟ يعني هاي المعلومه شوي تحتاج الى تركيز حتى تكون واضحه لديكم، اعتمادا لانه ليش؟ انتم خلوا بالكم انه دائما الكتله السكونيه الشحنه مالتها صفر وكتلتها السكونيه
شحنتها وكتلة السكون تساوي صفر. واضح؟ هاي هي النقطة المهمة في العملية أو العملية الانحلال. زين. هذا أصبح عندكم معلوم. يعني هناك معادلة عامة لانحلال النواة أو انحلال جاما. خلينا نقول إنه النواة الأم بعدد ذري معين، وطبعا في حالة تهيج يسمونها النواة الأم المضر. واضح؟ المتهيجة لما تعاني راح يكون عندنا إيش؟ أمرين. راح يكون عندنا نواة وليدة يسمونها النواة الوليدة، وأشعة جاما، انبعاث أشعة جاما. فالمعادلة تقول إكس الإكس الإيش مرفوع الأس زيت وصب يعني صب زيت الأس أي عدد كتلة على الذري من تعاني انحلال راح تنبعث لنا نواة هي مقدار يرمز لها بالرمز واي أيا كان هذه النواة الوليدة، وانبعاث أشعة جاما بالإضافة لانبعاث أشعة جاما. هاي معادلة تستخدم معادلة يسمونها المعادلة النووية العامة لانحلال جاما. واضح؟ سجلوها يمكم. يعني إكس تساوي إكس الأس أي وصب زيت. واضح؟ طبعا في حالة تهيج بنصير عندنا إيش عملية انحلال راح تتحول لنا إيش تتكون لنا نواة جديدة وليدة يسمونها نواة الوليدة والدوتر، وبالإضافة لانبعاث أشعة جاما. واضح هسه؟ هذا إذا صار عندكم معلومة يعني عملية الانحلال والمعادلة الخاصة بالانحلال راح تستطيعون أن تفهمون أي انحلال أي نوع من العناصر النووية. طبعاً بالمناسبة الرمز هذا مع النواة الأم يرمزوا يخلوا له ستار، معناه إنه النواة في حالة إيش تهيج إكزايتيشن، يعني موجودة بالكتب العلمية. العنصر الإكس العنصر النووي في حالة تهيج يرمزوا له بالرمز ستار، يخلونه فوق ستار، معناه إنه هاي ستار معناه إنه إيش حالة تهيج إكزايتيشن أو إثارة يسمونها. هاي خلوها ببالكم. يعني أصبح معلوم لو أخذ ناخذ إنه مثال على هذا الأمر، ناخذ إنه عنصر البلوتونيوم اللي هو عدد الذري ما تشقد 240، عدد كتل عفوا 240، وعدد الذري الزيت مالته 94. من سرعة الانحلال راح يطلع لنا نفس ايش نواة الوليد، نواة وليدة يسمونها، نفس العدد الذري للنواة الام المتهيجة ونفس العدد الكتلي. واضح؟ لان بقت مثل ما هي. واضح؟ زائد اشعة جاما. واضح هاي المعادلة زائد اشعة جاما. اوكي، هاي هذا يعني هذا النقطة اللي حبيت أنبهكم عليها وأوضح لكم إياها في هذا الموضوع. يعني إحنا مختصرين المحاضرة صراحة بهذا الموضوع. يبقى طريقة العمل وعملية الحسابات إن شاء الله نخصص لها وقت خاص في العملية. بس أكو شغلة اللي أنبهكم عليها وأشرح لكم إياها أيضا، هي الفاعلية الأكتيفيتي رمز لها بالرمز زي الفاعلية. النشاط الإشعاعي قلنا هو إيش؟ هو العدد الانحلالات التي تحدث في الثانية الواحدة، يسمونها أحيانا الفاعلية الاكتيفيتي، الاكتيفيتي الفاعلية الإشعاعية. طبعا الفاعلية الإشعاعية العلاقة الخاصة بها شنو؟ N تساوي النوت اكسبونيشن لاي ماينس لندتي اللي موجود أمامكم، هذا الشكل القانون. بالأخير نصل إلى علاقة رياضية تكتب بدلالة الفاعلية اللي هي أي تساوي أي نوت اكسبونيشن ناقص لندتي. لو نعرف الرموز هذه يعني نستبدل الN بالأي والN نوت نستبدل بالأي نوت اكسبونيشن ناقص لندتي. الاي هي الاي نوت هي الفاعليه الاصليه او الابتدائيه، والاي هي الفاعليه بعد مرور زمن مقداره تي، واللمده هو يسمونه ثابت الانحلال، والوحدات تعرف هي تحلل لكل ثانيه ديس لكل يعني سكن. وبعدين جت وحده اخرى اللي هي الكيوري كوحده لقياس النشاط الاشعاعي، وتسمى بالنشاط الاشعاعي غرام لكل يعني لغرام واحد من الراديوم. واضح؟ فواحد كيوري شو يساوي لي؟ 3.7 واحد كيوري، كل واحد كيوري يساوي 3.7 في 10 أس 10 انحلال لكل ثانية. توجد أيضا يعني واحدة أخرى نشاط الإشعاعي يسمونها رذرفورد الار دي، رذرفورد يسمونها نسبة العالم رذرفورد اللي اشتغل بها وعمل عليها. إلى حد أنا أكو سؤال استفسار، يعني أنا حتى بعد المحاضرة الجاية إن شاء الله نتكلم في كيفية طريقة العمل، عمل الجهاز بالضبط شلون يعمل، بالإضافة إلى الحسابات والرسم البياني وكيفية حساب المساحة تحت المحل. إذا أكو سؤال واستفسار لحد هاي اللحظة أنا حاضر. نعم. طلابنا الأعزاء نعم. يعني ربما أعطيكم هوم وركات على هاي المحاضرة، بعض الواجبات راح أطلبها من عندكم تحسبونها إن شاء الله عملياً.
أو ربما أسويها بشكل امتحان كويز يعني يومي، امتحان يومي يبين لنا مدى فهمكم للموضوع. طلاب معايا؟ طلاب أريد بعض الطلاب يجاوبوني. معك دكتور، معك. واضح طلاب؟ أوكي جيد، واضح هسه؟ فصار أثناء المقدمة الصور صارت تكون معلومة نوعا ما، يعني بعض المعلومات عن أشعة جاما وفعالية انبعاث أشعة جاما. أنا دائما يعني أحاول ما أطول بالشرح حتى يصير الموضوع واضح، يعني جزء جزء قطعة وإحنا متقدمين. طريقة العمل إن شاء الله الميثود أوف ورك نتكلم فيها المحاضرة الجاية إن شاء الله، والحسابات والنتائج يمكن أصور وصلتكم إن شاء الله، ما أبعث لكم إياها من جديد. كيف حتى نحاول نرسم إن شاء الله وياكم، نرسم الرسم الكامل ونحسب المساحة تحت المنحني باستخدام عدد المربعات، ونقدر بذلك حساب الفاعلية، وأيضا نحسب قيمة الفاعلية نظريا باستخدام العلاقة اللي علاقة الاي تساوي النوت اكسبونيشن لاين ماينس لامدتي. هاي العلاقة أو مهمة، علاقة الفاعلية، وعرفنا رموز أنه الاي هي تمثل الفاعلية الأصلية، الفاعلية بعد مرور ما زمن قدروتي يعني يسمونها الاي، والاي نوت هي الفاعلية الأصلية الابتدائية يعني عندي. واضح؟ فهناك حسابات نظرية للفاعلية وهناك حساب عملي. الحساب العملي شو هو؟ الحساب العملي يكون من خلال المساحة تحت المنحنى. انتبهوا على هاي النقطة مهمة جدا. بينما الحساب النظري يكون باستخدام العلاقات الرياضية اللي هي اي تساوي اي نوت اكسبونشن ناقص ماينس لامدتي. اوكي؟ فهذه يعني اتمنى ان شاء الله صراحتكم واضح. وسؤال اخلي لكم سؤال واجب، يا ريت تجاوبون عليه الاسبوع القادم ان شاء الله. What is the difference between electrons and ايش؟ بيتا ري. الالكترونات، ما الفرق ما بين الالكترونات وأشعة بيتا؟ أنا ما شرحت أشعة بيتا، أنا شرحت ألفا. والالكترونات يعني هناك بعض الفروقات، إن شاء الله بعد ما نطلع على إجاباتكم نعطيكم الجواب النموذجي في هذا الموضوع. إذن هوم وورك، ما هو الفرق بين الالكترونات وأشعة بيتا؟ أوكي، أشعة بيتا. واضح طلاب؟ إذا أكو سؤال واستفسار أنا حاضر. أستاذ اسمح لي. دكتور بس الفقرة مال الانحلال جاما. نعم، فقرة الانحلال كتعريف مثلا المعادلة دي مثلا كتعريف الملاحظة اللي ذكرتها. الملاحظة اللي ذكرناها، اوكي. الانحلال جاما قلت لكم يعني انه ما يحصل انحلال جاما بسهولة، انما يعني انحلال جاما هو وصول النواة الى حالة الاستقرار. لما تكون عندها طاقة فائضة تحاول النواة تصل لحالة أكثر استقراراً بانبعاث أشعة جاما، تتخلص من هذه النواة أو تتخلص عفوا هذه النواة من الطاقة الزائدة الفائضة لديها. ولا يرافق انحلال جاما تغيير في تركيب النواة، السبب في ذلك لأن الكتلة السكونية وأشعة جاما تساوي صفر، أي بين قوسين العدد الذري والعدد الكتلي لهذه الأشعة يساوي صفر. واضح؟ سؤال يقول، هناك سؤال اريد الريزن السبب ليه، يقول تنبعث اشعه جاما تلقائيا من بعض النواه العناصر المشعه. انا امر علي هذا السؤال قديما، بان تنبعث اشعه جاما تلقائيا من نواه بعض العناصر، ليش؟ قبل قليل ذكرت لكم اياها، ليش يصير عندنا انبعاث؟ شو نسوي في حصول الانبعاث؟ ليش؟ شنو الغايه من الحصول على الانحلال او الانبعاث؟ وصول النواه يعني محاوله النواه يجي الوصول. نعم طيب تفضل. لأن الذرة غير مستقرة، عندها طاقة زائدة. نعم. تتخلص من عندها تلتجئ إلى جاما وغاما عملت ألفا وبيتا. بالضبط، لأنه أغلب النواة اللي نعم بالضبط. نعم شكرا. يعني هو الوصول، محاولة النواة الوصول لحالة الاستقرار هو اللي يدي بها لأنه يحصل بها انبعاث. يعني غالبا ما تترك بعض النواة في حالة معينة أو مستوى إثارة معين، يعني معناها أنه لديها إيش؟ طاقة فائضة. بعد ايش معاناتها يعني من هذه الطاقه الفائضه، معاناه التخلص من هذه الطاقه الفائضه، يصل عندنا الانحلالات المعروفه. اوكي، هناك معادله خاصه في الانحلالات ان شاء الله نتكلم عنها اكثر، وهناك ايضا انحلالات اخرى هي انحلالات بيتا، وهناك طرائق ايضا اللي تنحل بها انحلال بيتا. طبعا بيتا بها طرائق شويه، مثل انبعاث بيتا السالبه يسمونه الالكترون، أو انبعاث جسيمات بيتا الموجبة اللي يسمونها بوزيترون وهو ضد الإلكترون، أو يسمونها عملية الكابتشر اللي هي عملية الأسرب الإلكتروني. وهذه الطرق الثلاثة هي طرق
الحصول على أشعة بيتا، وهناك أيضا ما يسمى بالبوزيترون اللي هو ضديد الإلكترون، جسيم يمتلك صفات الإلكترون إلا أنه فقط إشارته موجبة، يطلق عليه مضاد الإلكترون. هذه إن شاء الله هتمر عليكم في حال أنكم بحثوا عن إيش، عن الفرق ما بين الإلكترونات وأشعة بيتا، الإلكترونات وأشعة بيتا. واضح حسن؟ يعني هذه النقطة أرجو أن تكون عندكم واضحة حتى يصير علينا العملية سهل، لأنه راح نعطيكم بعض الواجبات بخصوص هذا الموضوع. أكو سؤال بعد؟ الواجب المطلوب منكم هو ما الفرق بين، يعني شو الفرق ما بين إيش؟ ما بين الإلكترونات وأشعة بيتا. الإلكترونات وأشعة بيتا، طبعا بيتا هي إما تكون موجبة أو سالبة، يعني إما يكون بوزيترون إلكترون أو بوزيترون، صح؟ الإلكترونات دائما تكون شحنتها سالبة، أشعتها تكون إيش؟ أو شحنتها تكون دائما سالبة. الأشعة بيتا لها طيف مستمر، واضح؟ ينتج من إيش؟ من انقسام الطاقة ما بين جسيمات ألفا ومسمى بالنيترينيو. إن شاء الله هتكلم المحاضرة القادمة إن شاء الله ذكروني على أشعة بيتا وطريقة العمل في الجاما راي، فعالية أشعة جاما، فيكون الموضوع إن شاء الله في تواصل للجميع. أيضا إنه الإلكترونات دائما منين نحصل عليها؟ نتيجة الإلكترون ينبعث إيش؟ ينبعث عندما يحصل على نتيجة الإلكترونات راح تنبعث من المدارات الخارجية للذرة، بينما أشعة بيتا هي يعني انحلال نووي، واضح يسمونه انحلال بيتا. وسرعة بيتا طبعا شيء أكيد أسرع من الإلكترونات، واضح، يعني سرعة عالية تعتبر مقارنة بالإلكترونات. وأيضا يعني تكون جسيمات ألفا داخل النواة نتيجة تحول إيش؟ البروتون إلى نيترون. هاي كلها أمور إن شاء الله نتكلم عنها بالمحاضرة السابقة، وأنا قلت لكم إنه ما أتكلم، ما أشرح شرح طويل، أتأنى بالتجربة حتى تكون الأمور واضحة وتستفيدون أكثر. أكو سؤال واستفسار؟ أنا لحد هنا نهيت، الحمد لله، نهيت اللي عندي. أستاذ الملزم مختصر يعني، تسمعني أستاذ؟ مختصرة صحيح، يعني تحبون توسع بالشرح؟ لا أستاذ، أكو مثلا تعاريف إن شاء الله نضيف عليها فرقات ما بين الإلكترونات والبيتا، ونضيف عليها إن شاء الله. يا عبيد تفضل. أستاذ أكو تعاريف، أكو شغلات أنت ذكرتها خلال الشرح لكن ما مذكورة كلها بالملزمة. صحيح، نعم صحيح فعلا، هناك أمور ذكرت يعني ما موجودة، نعم، بس أنا أراعي هذا الشيء، أراعي هذا الشيء يعني حتى بعض الأسئلة أراعي هذا الأمر، بس أتوسعنا بالشرح حتى تكون الأمور، يعني أنا أريد تحيطون بموضوع النشاط الإنحلال الإشعاعي والنشاط الإشعاعي من كل النواحي، فلهذا جيت على جسيمات ألفا بالبداية شرحتها، وبعدين انتقلت إلى جاما، وإن شاء الله أرجع البيتا، ورا ما أخلص يصير عندنا فروقات ما بين الإشعاعات الثلاثة ألفا وبيتا وجاما، والإنحلالات هذه ألفا وبيتا وجاما تصير عندنا سهلة كنشاط إشعاعي. راديشن فيزيكس، اوكي؟ نعم. اكو سؤال حتى يعني اوقف الريكوردينج ان شاء الله.